ان شاء الله درس اليوم راح يكون عن كيفية تفصيل وخياطة هذا اللونجري اللي راح يصير على هذا الشكل. بالنسبة لي سأقوم باستخدام الباترون المجسم الإنجليزي. أولا راح أقوم بتحديد سنتيم ونصف، ثم حساب هذه المسافة أو رسم دائرة. سبق لي وشرحت نفس العملية سابقا في عمل الصدرية. راح أقوم برسم خط بهذا الشكل لتحديد نهاية الصدر وكذلك على الجانب. راح أقوم بحذف البنسل وتصريف بنسات الصدر إلى الخصر. يمكن رسم دائرة أو حساب نفس المسافة بالآلة بهذا الشكل. الآن راح أقوم برسم خط مستقيم بهذه الطريقة وتحديد سنتيم ونصف بهذا الشكل. راح أقوم بإيصال هذه النقطة بخط مستقيم بهذا الشكل، ثم كذلك راح أقوم بحساب سنتيم ونصف نفس المسافة بهذا الشكل. هنا مكان الصدر. الآن راح أقوم بقص الباترون هذا الجزء السفلي مع بعض بهذا الشكل، الأمام واحد والأمام اثنان، ثم راح أقوم بقص هذا الجزء العلوي. باستخدام ورق باترون جديد راح أقوم بتثبيت هذه القطع بهذا الشكل. أولا راح أقوم برسم خط مستقيم ابتداء من هذه النقطة بهذا الشكل، ثم راح أقوم بتحديد الإيفازي حسب الرغبة، الطول الكلي للقطعة بهذا الشكل. الأمام نفس العملية بالنسبة للخلف. الآن راح أقوم بقص الباترون الأمام والخلف. بالنسبة للخلف في منتصف الظهر راح أقوم بحساب 6 سنتيمات والنزول ب 10 سنتيمات بهذا الشكل وحذف هذا الجزء لإعطائه اتساع في الخلف. راح أقوم باستعمال هذا النوع من القماش ويمكن كذلك استعمال هذا النوع، تبقى فقط مسألة اختيارية، أو كذلك يمكن استعمال قماش الساتان. راح أقوم بطي القماش على اثنان، ثم وضع قطعة الباترون الخاصة بالأمام وترك سنتيم واحد عند منتصف الأمام. راح أقوم بفتح الباترون بهذا الشكل للحصول على إيفازي أكثر للقطعة. بالنسبة للأمام راح أقوم بترك سنتيم واحد بهذا الشكل، ثم طي هذا الجزء بهذا الشكل. كذلك في منتصف الأمام راح أقوم بتحديد المنتصف ورسم شكل منحنى، ثم قص هذا الجزء بهذا الشكل. راح أقوم بترك سنتيم واحد على كل القطعة ثم التفصيل. القماش دائما مطوي على اثنان، ثم وضع باترون خاص بالخلف منتصف الخلف
بهذا الشكل وعدم ترك أي مسافة. سأقوم بقص الباترون من المنتصف للحصول على إيفازي أكثر بهذا الشكل. راح أقوم كذلك بترك سنتيم في هذا الجزء وقص القطعة بهذا الشكل. راح أقوم بتثبيت هذه القطعة وترك سنتيم واحد والتفصيل. على مستوى البنسة راح أقوم بترك فقط نصف سنتيم وحذف هذا الجزء. بالنسبة للخياطة أولا سأقوم بخياطة البنسة بهذا الشكل. هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. قطعة الخلف، ثم راح أقوم بوضع قطعة الأمام، ثم خياطة الجوانب. هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. الآن راح أقوم بتثبيت الجزء العلوي مكان الصدر. قمت بأخذ قماش التول، راح أقوم بعمل كشكشة بهذا الشكل في منتصف الأمام. الخياطة ستكون على نصف سنتيم بهذا الشكل مع عمل كشكشة على كل القطعة بهذا الشكل. بالنسبة لمكان الصدر راح أقوم باستعمال هذا النوع من الدنتيل، يمكن كذلك استعمال هذا النوع الثاني. أولا لحساب الطول الأمام والخلف راح أقوم بحساب المسافة من الباترون بهذا الشكل. الأمام والخلف راح أقوم بوضع مكان الصدر بهذا الشكل. حتى تصير الصورة أوضح راح أقوم برسم خط الصدر بهذا الشكل. هنا مكان الظهر الفتحة بهذه الطريقة، ثم راح أقوم بحساب طول الدنتيل بهذا الشكل، راح يكون كوازي بهذا الشكل. حتى تصير الصورة أوضح قمت برسم الخلف مرتين، ثم رسم هذا الخط وحساب طول هذا الخط بهذا الشكل. الشكل النهائي سيكون بهذه الطريقة. بالنسبة لي في المقاس الحقيقي وجدت 32. بالنسبة للأمام ستكون البداية بهذا الشكل، كذلك وجدت 32. راح أقوم بعملية زائد
أي المجموع هو 64، راح يكون طول الدونتيل 64. بالنسبة لهذا الجزء كذلك راح أقوم بحساب المسافة بهذا الشكل. الشكل النهائي للقطعة سيكون بهذه الطريقة، ثم كذلك وضع دونتيل في هذا المكان بهذا الشكل على كل القطعة. اولا راح اقوم بخياطة الجزء القصير من الدونتيل بهذا الشكل، هكذا يصير شكل القطعة، ثم راح اقوم بتثبيت الشريط الطويل بهذا الشكل. هكذا يصير شكل القطعة. الآن راح أقوم بخياطة هذه القطعة مع قطعة الأمام بهذا الشكل على نصف سنتيم. هكذا يصير شكل الخياطة، لاحظوا معي شكل ممتاز. الآن راح أقوم بوضع الدونتيل لإخفاء مكان الخياطة. البداية ستكون من منتصف الظهر من هذا المكان. ثم راح اقوم بتحديد المنتصف بهذا الشكل، اي منتصف الامام. ثم راح اقوم باخذ الجهة المقابلة بهذا الشكل للامام وتثبيت مباشرة مع القطعة بهذا الشكل. بالنسبة للخياطة ستكون من منتصف الظهر بهذا الشكل على نصف سنتيم. هكذا يصير شكل القطعة، شكل ممتاز. بالنسبة للظهر الآن سأقوم بطي هذه القطعة بهذا الشكل والخياطة شكل مثلث.
بهالطريقة. راح اقوم بقص هذا الجزء، هكذا يصير شكل القطعة من الخلف، شكل نظيف وممتاز. بالنسبة للأمام راح اقوم بتثبيت هذا الجزء بالخياطة. بالنسبة للخلف راح اقوم باخذ هذا الشريط في الجهة المقابلة بهذا الشكل وتثبيت على نصف سنتيم. وهكذا يصير الشكل النهائي للقطعة.